هنروح لاخبارنا، هنبتدي بكره اليد الرجال. كان عندنا مباراه مهمه مع هليوبلس، مباراه كانت بره النادي الاهلي، كانت في صاله هليوبلس الشروق، ودي كانت احد المحطات اللي مستر ديفيد ديفيس المدير الفني كان عامل حسابها كويس. ودايما هليوبلس بتحقق مفاجآت وخاصه على ملعبها، ولكن الحمد لله الفريق قدر يتخطى هذه العقبه ويفوز فرق كبير 36-28. في الوقت اللي الشوط الاول كمان خلص فرق سكور كبير 18-10، فرق 8 اهداف، والشوط الثاني طبعا خلص 6 اهداف. مبروك للفريق، الفريق ماشي بشكل جيد، كل مبارياتنا الحمد لله فزنا فيها، اول الدوري بدون منافس. فريقنا هيلعب الماتش الجاي مع طلائع الجيش، واللي هيكون يوم الثلاث اللي جاي باذن الرحمن لفرقتنا. طيب فريقنا يعني طبعا بيقفل كل يعني الصفحه اللي فيها المشاركات العالميه، سواء بطوله العالم او بطوله افريقيا، او عندك بطوله البوسنه الوديه، كل ده اتقفل خلاص، ومركزين بس في ملف الدوري المحترفين واهميه المحافظه على اللقب. احنا حامل طبعا، مش محتاج افكر حضراتكم، حضراتكم فاكرين اكتر مني، احنا حامل لقب الدوري وكاس الرجال، وحامل لقب الدوري وكاس سيدات، والسوبر الافريقي كمان رجال السنه اللي فاتت. يعني الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس جدا، ينقصنا التوفيق، ينقصنا باذن الرحمن ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ اللاعبين، يعني مش محتاجين يعني اصابات. الفرقه دي اتضرت جامد جدا، او يعني اتعرقلت بشكل كبير بنتيجه الاصابات. كل التوفيق لهذا الفريق ومستر ديفيد ديفيد المدير الفني وكابتن محمد ابراهيم المدرب العام.